حكايات قصص من واقع الحياة. في عيد ميلاده تعرف على حكاية الدكتور مجدي يعقوب مع الإرهابي قاتل الأقباط. كشف الدكتور صبرا القاسمي الخبير في الحركات الإسلامية مؤسس الجبهة الوسطية عن حكاية الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي مع إرهابي أدين في قضية اعتداء على أقباط وقتلهم، وصدر في حقه حكم بالإعدام. وقال القاسمي إن أحد المدانين في جرائم إرهابية في فترة التسعينيات ضد الأقباط الذي أدين بقتل أقباط وسرقة محلاتهم، عقب صدور حكم بإعدامه اكتشفت وزارة الداخلية إصابة الإرهابي بمرض في القلب تزامن مع زيارة الدكتور مجدي يعقوب إلى مصر وقتها. وأضاف القاسمي: طلبت وزارة الداخلية من مجدي يعقوب علاج الإرهابي المدان مع توضيح التهمة المدان فيها، وهي قتل أقباط وسرقة ممتلكاتهم، مع تأكيدها على تحمل أتعابه وتكاليف العلاج كاملة وتفهم رغبته كاملة إذا رفض أن يعالج المريض بسبب القضية المدان بها، إلا أن الجراح العالمي أصر على علاج الإرهابي المصاب، وأكد أنه يتعامل مع إنسان مريض يحتاج إلى علاج ولا علاقة له بإدانته أو أفعاله، الأمر الذي يمليه عليه واجبه الإنساني والطبي. كما رفض يعقوب تلقي أتعاب مقابل علاجه للإرهابي المدان، وأكد تحمله بالكامل لمصاريف علاجه على نفقته الشخصية. واستطرد الخبير في الحركة الإسلامية قائلاً: كان رد يعقوب على وزارة الداخلية نصاً: أنا رجل علم أعالج الناس جميعاً، لا أحاسبهم على ما فعلوا أو ما سيفعلوا، مهامي في الحياة أن أعمل على شفاء الناس، ولا يوجد مثل هذا الكلام في العلم، وسأعالج الرجل على نفقتي الشخصية. وحسب القاسمي فإن مجدي يعقوب التقى الإرهابي المدان في مستشفى قصر العيني الذي عرف الطبيب العالمي، وارتسمت عليه آيات الرعب، وكان خائفاً إذ هو مدان بقتل أقباط ومن يعالجه طبيب قبطي. وطلب مجدي يعقوب نقل الإرهابي المريض إلى مستشفى خاص لزيادة الإمكانيات الطبية بها، على أن يتحمل هو تكاليفها كاملة، وأجرى العملية إلى الإرهابي المدان وأجل سفره حتى تستقر حالته، وأعطاه حقيبة كبيرة مليئة بالأدوية، وطالبه بالاستمرار عليها لمدة 3 أشهر، بعدها يعود إنسانا طبيعيا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، موضحا أن الاستئناف على حكم الإعدام قبل، وخفف الحكم على الإرهابي المدان من الإعدام إلى 15 عاما. وأكد القاسمي أن الواقعة ثابتة ويعلمها الكثيرون، إلا أن مجدي يعقوب لم يحكيها لأحد ولم يحكي تفاصيلها أبداً، وكأنه لم يفعل شيئاً. ويحتفل العالم هذه الأيام بذكرى ميلاد الدكتور مجدي يعقوب 84 الحاصل على لقب سير من حكومة المملكة البريطانية، المولود في 16 نوفمبر عام 1935، والحاصل على العديد من الجوائز المصرية والعالمية، منها قلادة النيل عام 2011، ويرأس حالياً مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أسوان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. حكايات قصص من واقع الحياة.